السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الخامس، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم بعنوان اكتشف مهاراتك، بالإضافة إلى مراجعة على الاسم والفعل والحرف. ولكن قبل شرح الدرس، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. نبدأ بقراءة الدرس ثم الشرح. ها قد أتى وقت الإجازة الصيفية لنذهب إلى رحلة التخييم التي أعدتها المدرسة واشتركت بها أنا وأصدقائي، فكم انتظرناها وجهزنا أغراضها، وانطلقت بنا الحافلة وأخذنا ننشد الأناشيد الحماسية ونحل الألغاز وغير ذلك من الفقرات المسلية المفيدة. وبعد أن وصلنا إلى المخيم مساء، ظل المعلم المصاحب لنا يتسامر معنا ويصف جمال المكان وما أعده من برنامج مليء بالأنشطة في اليوم التالي. في الصباح طلب المعلم أن نجتمع وأخبرنا بأن كل منا سيقضي يومه في ممارسة مهاراته التي يحبها، وأعطانا ورقة بها 10 مهارات، وطلب من كل واحد أن يحدد المهارة التي يفضل أن يقضي فيها يومه. أخذت الورقة وقد كنت متأرجح الفكر، فلا أعرف إن كنت أملك أي مهارة من هذه المهارات أم لا، على عكس أصدقائي، فكل منهم اختار مهارته المفضلة من أول وهلة، فشعرت بالخجل واخترت أي مهارة، حيث بدأت في ممارسة مهارة التشكيل بالطين مع أصدقائي، شعرت بالخجل أيضا، فمعظمهم ماهرون أو لديهم المهارة التي تؤهلهم للتميز، إلا أنا فقد شعرت بالملل والإحباط، وأخذت أعد الساعات كي ينتهي هذا المخيم وأعود إلى المنزل. بالفعل انتهى ورجعت إلى المنزل، ينتظرني أبي وأمي لأحكي لهما ما حدث بالمخيم، ولكنني رفضت أن أتكلم في بداية الأمر، ثم أخبرتهما بأن كل أصدقائي لديهم مهارات مختلفة إلا أنا، فرد أبي قائلا: إن الله وهبنا جميعا المواهب والقدرات التي تميز كل واحد عن غيره من الناس، فقد يكون الإبداع والموهبة داخل كل إنسان، وعلينا أن نكتشفها لندرك حجم ما لدينا من مهارات، فابحث عن مهاراتك وطورها واكتسب مهارات جديدة. بعد أن خرج أبي من الغرفة، ظللت أبحث طيلة الليلة عما قاله لي، فوجدت إعلانا عن دورة تدريبية بعنوان اكتشف مهاراتك وطور قدراتك، نظمتها المكتبة العامة، فقدمت مباشرة طلب التحاق بها، ومع انتهاء الدورة اكتشفت أنني بالفعل لدي مهارات كثيرة لم أكن أعرفها من قبل، كالكتابة والتمثيل، فأدركت أننا كلنا ماهرون، ولكن علينا فقط أن نكتشف مهاراتنا ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نصبح أكثر إبداعا وعطاء. وأنا الآن مستعد لرحلة تخييم جديدة بمهارات عديدة. بعد الانتهاء من القراءة نشرح الدرس مع بعض. اكتشف مهاراتك. بطل قصتنا اليوم بيقول إن جاء وقت الأجازة الصيفية علشان نذهب إلى رحلة التخييم، الرحلة اللي نظمتها المدرسة واشتركت فيها أنا وأصدقائي. إحنا كنا منتظرينها بحرارة وجهزنا أغراض الرحلة، وانطلقت بينا الحافلة وأخذنا ننشد الأناشيد الحماسية ونحل الألغاز. كل الفقرات المسلية ديت كنا بنمارسها أثناء الرحلة. بعد ما وصلنا للمخيم بالليل، المعلم ظل يتسامر معنا. يعني إيه يتسامر معنا؟ يعني يتحدث ويحكي ويصف جمال المكان اللي احنا فيه، وإيه اللي أعده من برنامج مليان بالأنشطة في اليوم التالي بكرة هنشتغل فيه. في الصباح المعلم طلب إن احنا نجتمع مع بعض، وأخبرنا إن كل منا، كل واحد فينا هيقضي يومه في ممارسة المهارة اللي بيحبها، ودانا ورقة فيها 10 مهارات، طلب من كل واحد انه يحدد المهارة اللي حابب انه يقضي يومه فيها.
أنا مسكت الورقة وكنت متأرجح الفكر متردد. أنا معرفش إن كنت أملك مهارة ولا لا من المهارات اللي مكتوبة ديت، على عكس أصدقائي أصحابي عارفين كل واحد فيهم اختار المهارة المفضلة من أول وهلة، من أول لحظة مسك الورقة اختار المهارة اللي بيفضلها أو بيحبها. أنا حسيت بالخجل واخترت أي مهارة وخلاص. بدأنا نمارس المهارات، أنا بدأت أمارس مهارة التشكيل بالطين مع أصدقائي. حسيت بالخجل لأن أنا مش عارف أشتغل زيهم. ليه؟ لأنه كلهم مهرين وعنديهم المهارة اللي بتخليهم يتميزوا في الشغل بتاعهم إلا أنا. أنا حسيت بالملل والإحباط وفضلت أعد الساعات علشان تنتهي الرحلة وينتهي المخيم وأرجع للبيت. بالفعل اليوم خلص ورجعت للبيت وأبي وأمي منتظريني علشان أحكي لهم عن اللي حصل في المخيم، بس أنا مرضيتش أتكلم في بداية الأمر. وبعد كده حكيت لهم إن كل أصحابي عندهم مهارات مختلفة إلا أنا ما عنديش. رد أبي وقال ربنا سبحانه وتعالى وهبنا، يعني أعطانا جميعا المواهب والقدرات اللي بتميز كل واحد عن غيره، كل واحد عنده مهارة مختلفة عن غيره. ممكن يكون الإبداع والموهبة موجودة داخل كل إنسان، وإحنا علينا إن إحنا نكتشفها علشان نعرف حجم المهارات اللي عندنا. أنت ابحث عن مهارتك وطورها واكتسب كمان مهارات جديدة. بعد ما أبي خرج من الغرفة فضلت أبحث طول الليل في الكلام اللي قاله أبي. لقيت إعلان عن دورة تدريبية بعنوان اكتشف مهاراتك وطور قدراتك، منظمها المكتبة العامة. مباشرة على طول قدمت فيها طلب التحاق، ومع نهاية الدورة اكتشفت أن عندي مهارات كثيرة ما كنتش أعرف عنها حاجة قبل كده، زي الكتابة والتمثيل. عرفت أن احنا كلنا ماهرون، بس علينا فقط إزاي إن احنا نكتشف المهارات بتاعتنا ونوجهها بالشكل الصحيح علشان نبدع فيها ونكون أكثر عطاء. أنا دلوقتي مستعد لرحلة تخييم جديدة بمهارات عديدة. وبكذا نكون انتهينا من شرح الدرس. ننتقل إلى تدريبات الكتاب المدرسي. 1- فكر أمامك صورة لأنشطة عديدة، ماذا تعرف عن كل نشاط وما الذي تحب ممارسته منها ولماذا؟ عندي صورة لعدة نشاطات، مطلوب مننا نعبر عن كل صورة بتعبر عن نشاط ايه، ويا ترى انا بحب امارس انه نشاط فيهم وليه. الصورة الاولى فيها مكان خياطة فهقول عنها ايه، دي نشاط الخياطة وتصميم الملابس ويتم استخدام ماكينات الخياطة في التفصيل. الصورة الثانية عبارة عن الرسم بالخرز او التطريز بالخرز، الرسم بالخرز ويستخدم في عمل لوحات واعمال الكروشيه. الصورة الثالثة فيها كرة القدم، مهارة لعب كرة القدم وهي رياضة جماهيرية وأحب ممارستها. طب لماذا؟ لأن العقل السليم في الجسم السليم. نشاط 2 ألف، استخرج من المعجم معاني الكلمات الآتية ثم ضعها في جملة. يتسامر معها، يتحدث ويحكي. يتحدث هنضعها في جملة، يتحدث الأب مع أبنائه. كلمة ثانية متأرجح، معناها متردد. كنت مترددا في شراء ملابس العيد. وهلة معناها لحظة. انقطع التيار الكهربائي لحظة ثم عاد. 2- أكمل بكلمة مناسبة مما يلي. سمر، تسامر، متسامر. هنضع الكلمات دي في الفقرة. كل خميس نتسامر مع جدي ليلا في حفلة سمر ممتعة، نتحدث ونضحك ونستمع إلى الحكايات وننشد الأناشيد، ولقد اتفق الجميع على أن جدي متسامر مميز دائما ما يمتعنا بحديثه. 3- ابحث عن المطلوب ثم لونه. مضاد متأرجح، كلمة متأرجح مضادها إيه؟ عكسها إيه؟ متأكد، هحددها في الحروف، متأكد. جذر يتسامر، يعني ايه جذر يتسامر؟ يعني
الحروف الأساسية في الكلمة اللي ما ينفعش نشيل أي حرف منها، فيتسامر الجزر التاء سمر، هنحددها على الحروف سمر. مفرد مواهب موهبة، هنحددها موهبة. جمع إجازة إجازات، هنضع دائرة تمام. جمع قلم أقلام، ونحددها أقلام. نشاط 2 ب، ضع علامة صح أمام العبارة المعبرة عن القصة وخطأ أمام غير المعبرة عنها. ألف المخيم به أنشطة عديدة، عبارة صحيحة. ب احتاج بطل القصة إلى دورة ليتعرف مهاراته، صح. عاد بطل القصة من المخيم متحمسا ليحكي لأهله عما حدث، ما حصلش، خطأ. 2 أجب. ألف كيف كان للمعلم دور في تشويق التلاميذ للمخيم؟ المعلم كان زي دوره في تشويق التلاميذ للمخيم، حكى لهم عن جمال المكان والبرنامج المعد وظل يتسامر معهم. ب كيف تعرف بطل القصة مهاراته؟ بطل القصة عرف مهاراته ازاي؟ حين قدم في دورة تدريبية بعنوان اكتشف مهاراتك وطور قدراتك. جيم استخرج من النص مفرد مكتبات مكتبة، مضاد بدأ انتهى، جمع قدرة قدرات، مرادف يمضي يقضي. نشاط 2 جيم. 1 والد البطل ساعده بشكل كبير، فكيف حدث هذا؟ ازاي والد بطل القصة بتاعتنا ساعده؟ أخبره أن الله وهب الجميع مواهب وقدرات تميزه عن غيره من الناس، فعليه أن يكتشفها ليدرك حجم ما لديه من مهارات. فالموهبة والإبداع داخل كل إنسان، فيبحث عن مهاراته ويطورها ويكتسب مهارات جديدة. دي الطريقة اللي ساعد بيها والد البطل بطل قصتنا. 2 ساعد بطل القصة في جمع الأغراض المهمة التي عليه أن يستخدمها بالمخيم برسم دائرة حول الغرض المناسب. عندي مجموعة من الأغراض، عايزين نعمل دائرة حول الأغراض المناسبة اللي ينفع تاخدها معاك في التخييم. معطف شتوي، هي كانت إجازة صيفية فمش هينفع. قميص بكم قصير مناسب. حذاء بعنق طويل، لا. أدوات تزحلق على الجليد إزاي وإحنا في الصيف. كريم واقي من الشمس أكيد هحتاجه. قبعة أكيد هحتاجها عشان الشمس. وعندي بعد كده مظلة وقفازات شتوية، الجو صيف مش هيكون في مطر ومش هحتاج القفازات الشتوية. نشاط 2 دال أعد المحاولة ولا تستسلم. في رأيك كيف طبق صديقنا هذه العبارة بحياته؟ إزاي طبق العبارة دي في حياته؟ ظل يبحث طيلة الليلة حتى وجد دورة تدريبية عن اكتشاف المواهب والتحق بها، واكتشف أن لديه مهارات كثيرة كالكتابة والتمثيل، وأصبح مستعدا لرحلة تخييم جديدة. معنى الكلام ده إيه؟ إني صاحبنا ما استسلمش وفضل يبحث لحد ما لقي دورة تدريبية ساعدته أن يكتشف المواهب اللي عنده وينميها. 2 لمعرفة الذات أهمية كبيرة، وقد اكتشف بطل القصة هذا الأمر. اكتب كيف سيكون وقته بالمخيم إذا كان يعلم ذاته ومهاراته جيدا. لو هو عارف المهارة بتاعته كويس، يا ترى وضعه هيكون إيه في المخيم؟ كان سيكون وقته ممتعا لأنه يمارس مهارته المفضلة في جو من السعادة والمرح. نشاط 2 ها للمشاعر دور مهم في حياتنا. صديقنا كانت مشاعره مختلفة بالقصة، فكيف كانت مشاعر بطل القصة وكيف تحولت وبأي شعور انتهت؟ ايه مراحل مشاعر بطلنا في القصة؟ في الاول كان تردد. ليه تردد؟ لانه ما كانش يعرف المهارات اللي عنده، لانه لا يعرف ما لديه من مهارات. بعد كده تحول الى الخجل. ليه؟ لما شاف، عندما رأى انه ليس ماهرا مثل اصدقائه. بعد كده الملل والإحباط، أصابه الملل والإحباط بسبب عدم قدرته على تقديم شيء مميز. آخر حاجة الحماس، امتى ده حصل؟ عندما اكتشف أن لديه مواهب كثيرة.
نشاط 3 ألف استخرج كل اسم من الجمل الآتية ثم بين علامته كما في المثال. عندي مجموعة من الجمل هنستخرج منها الأسماء ونضع علامات الأسماء زي ما ذكرنا في أول الفيديو. إحنا هنا بنراجع الاسم والفعل والحرف. أول جملة: المدرسة جميلة. المدرسة اسم علامته معرف بأل وبه تاء مربوطة. إيه تاني؟ جميلة الاسم علامته التاء المربوطة والتنوين. اثنين: تهتم الدولة بالتنمية. فين الاسم في الجملة دي؟ الدولة. إيه العلامة بتاعته؟ معرف بألف ولام والتاء المربوطة. كلمة ثانية: بالتنمية علامته مسبوق بحرف جر ومعرف بألف ولام وآخره تاء مربوطة. الجملة الثالثة: يلعب الأولاد بالكرة. فين الاسم؟ الأولاد. العلامة بتاعته معرف بألف ولام. كلمة ثانية: بالكرة. العلامة بتاعته مسبوق بحرف جر ومعرف بألف ولام وينتهي بتاء مربوطة. أربعة: نعمل بنشاط. بنشاط مسبوق بحرف جر وبه تنوين. نشاط 3 باء: ضع خطا تحت كل فعل في الجمل الآتية ثم بين نوعه. خلصنا الاسم، بننتقل للفعل. عندي مجموعة من الجمل عايز استخرج منها الفعل وحدد نوع الفعل، هل هو فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر. نشوف: واحد، اشترك كثير من التلاميذ في المسابقة. فين الفعل؟ اشترك. نوع الفعل ايه؟ فعل ماضي. اثنين، ايها التلاميذ ابحثوا عن المفيد في حياتكم. فين الفعل؟ ابحثوا. نوع الفعل؟ فعل امر. ثلاثة، يحاول المعلمون تشجيع التلاميذ. فين الفعل؟ يحاول. نوع الفعل؟ فعل مضارع. نشاط 3 جيم: املأ الجدول التالي من خلال الفقرة الآتية. عندي فقرة عايز استخرج منها حروف الجر وحروف العطف. نقرأ الفقرة مع بعض. أعلنت المدرسة عن مسابقة في الكتابة، قصة وشعر، وطلبت من المشاركين عدة أمور منها تحديد نوع الكتابة التي سيتقدم بها كل منهم، ثم تسجيل أسمائهم لدى المشرف المختص أو إرسالها على موقع المدرسة الإلكتروني. يا ترى فين حروف الجر وفين حروف العطف؟ حروف الجر عندي هي عن، في، من، على. طيب حروف العطف اللي جات في الفقرة؟ الواو وثم وأو. نشاط 3 دال: أعبر عن الصورتين الآتيتين مستخدما الاسم، الفعل، الحرف. عندي صورتين عايز استخدم الاسم والفعل والحرف فإن أنا أعبر عن الصورتين. الصورة الأولى فيها أولاد بيبحثوا عن الكمبيوتر، فأنا مثلا هقول إيه؟ يبحث الأولاد عن معلومات على الإنترنت. يبحث فعل، التلاميذ اسم، عن حرف. الصورة الثالثة صورة مدرسة وقدامها أشجار، هنقول إيه؟ تمتلئ حديقة المدرسة بالأشجار الجميلة. تمتلئ فعل، حديقة اسم، المدرسة اسم، بالأشجار الباء حرف جر، وهكذا. نشاط 4 ألف: استخدم اسم الإشارة المناسب حتى تكمل الفقرة. ننتقل إلى أسماء الإشارة والضمائر. عندي أسماء إشارة: هؤلاء، هذا، هذه، هذان، هاتان. هنكمل بها الناقص في الفقرة. وقف معلم يشرح لتلاميذه النعم التي تحيط بنا وطلب منهم أن يشيروا إليها، فقال تلميذ: هذه شمس تنشر الدفء وتضيء الكون، وهذا لسان نتحدث ونعبر به عما نريد. ثم قال آخر: وهاتان أذنان نسمع بهما ما يقال لنا. وتبسم تلميذ وقال: هؤلاء أصدقائي، أسعد معهم بأوقاتي. هنا اختتم المعلم قائلا لتلميذه: كل هذه النعم يجب أن نحافظ عليها. نشاط 4: ضع خطا تحت نوع الضمير الصحيح مما بين القوسين. هو يحب العلم. يا ترى الضمير المستخدم هو نوعه ضمير غائب. 2: أنتم تساعدون المحتاج. الضمير أنتم ده نوعه إيه؟ ضمير مخاطب. 3:
نحن نعمل كيد واحدة. فين الضمير؟ نحن نوع متكلم. أربعة، أنتما لاعبان ماهران. الضمير أنتما نوع مخاطب. خمسة، هن أمهات مثاليات. هن الضمير نوع غائب. نشاط 4 جيم، أكمل الضمائر من خلال الأمثلة. هنقرأ الجمل ونكمل بالضمائر. نقول هو ولد، هي بنت، هما ولدان أو بنتان، هم أولاد وهن بنات. 2، نقول أنت ماهر، أنت ماهرة، أنتما ماهران أو ماهرتان، أنتم ماهرون وأنتن ماهرات. 3، نستخدم ضمائر متكلم. نقول أنا مصري أو مصرية، ونحن مصريان أو مصريون. نشاط 4 دال، ضع ضمير الغائب مرة والمتكلم مرة أخرى مكان ضمير المخاطب فيما يلي. عندي جملتين مستخدم فيهم ضمائر المخاطب، عايز أغيرهم بمرة أستخدم ضمير الغائب ومرة أستخدم ضمير المتكلم. يلا نشوف مع بعض. أنتما متعاونان في الخير. هنشيل أنتما، نحط مكانها ضمير غائب، هتبقى إيه؟ هما متعاونان في الخير. طيب هنحط ضمير متكلم، نحن متعاونان في الخير. الجملة الثانية، أنتم مخلصون، نشيل أنتم، هم مخلصون، متكلم، نحن مخلصون. نشاط 4، املأ الجدول التالي من خلال الجمل التي تحتها خط. عندي مجموعة من الجمل، عايز استخرج الجملة الاسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة. 1، أقامت المدرسة حفلا لتكريم الأمهات. عندي خط تحت أقامت المدرسة. أقامت المدرسة ده جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا شبه جملة؟ جملة فعلية لأنها بدأت بفعل أقامت. 2، المعلمون ناشرون الخير. المعلمون ناشرون جملة اسمية بدأت باسم المعلمون. 3، نوافذ كثيرة في الفصل. الخط تحت في الفصل ده شبه جملة، جار ومجرور. 4، يفرح الناجح بنجاحه. يفرح الناجح جملة فعلية. 5، الملاعب خضراء، جملة اسمية. 6، بنى العصفور عشه فوق الغصن. فوق ظرف يبقى ده شبه جملة. نشاط 4، أكمل ما يلي من خلال الجدول السابق. من خلال الجدول السابق هنستنتج حل التمرين اللي جاي. 1، تكون الجملة فعلية إذا بدأت بإيه؟ بفعل، وتتكون من إيه؟ من فعل وفاعل. 2، تكون الجملة اسمية إذا بدأت بإيه؟ باسم، وتتكون من مبتدأ وخبر. 3، تسمى شبه جملة إذا بدأت بإيه؟ بجار ومجرور أو ظرف. نشاط 4، بيّن نوع الجملة فيما يلي ثم حدد ركنيها. هنقرأ الجملة ونحدد نوعها، اسمية أم فعلية، ونحدد الركنين بتوعها. 1، تصدق الغني على الفقير. نوع الجملة فعلية. ليه فعلية؟ لأنها بدأت بفعل تصدق، ركناها الفعل تصدق والفاعل الغني. 2، الأرض خصبة. نوع الجملة بدأت بكلمة الأرض، وكلمة الأرض اسم، يبقى دي جملة اسمية، ركناها المبتدأ الأرض والخبر خصبة. نشاط 4، أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. 1، الكتاب نقط المكتب، عايزين نضع ظرف مكان الكتاب فوق المكتب. 2، ينزل المطر، عايزين نضع ظرف زمان شتاء، ينزل المطر شتاء. 3، تطير الطيور، عايزين نضع جار ومجرور بسرعة. أخذت العلم، جار ومجرور، من الكتب. نشاط 4، أجب عن الأسئلة الآتية بجملة مفيدة ثم بين نوعها. عندي مجموعة من الأسئلة، عايز أجاوب عنها بجملة مفيدة وحدد نوع الجملة اللي أنا جاوبت بيها. أين تسكن؟ أسكن في مدينة القاهرة. نوع الجملة جملة فعلية بدأت باسم أسكن. 2،
صف السماء، السماء صافية. نوع الجملة جملة اسمية. 3. ماذا يفعل الطبيب؟ يعالج المرضى. نوع الجملة جملة فعلية. نشاط 5 ألف. مثل مع زميلك الموقفين الآتيين وفكر في حلول لهما. عندي موقفين عايز أفكر فيهم وشوف إيه الحل المناسب لكل موقف فيهم. الموقف الأول، تلميذ يجلس في الفصل ويخاف المشاركة مع زملائه. تلميذ بخاف أن يشارك مع زملائه، تعمل إيه؟ أشجعه على المشاركة وأذكره بقدراته ونختاره ليكون عضوا في فريقنا. 2. تلميذ حزين في حصة الرسم لأنه لا يستطيع أن يرسم كزملائه، تعمل إيه؟ نطلب منه رسم أشياء بسيطة ونمدحه ليثق في قدراته، ونحاول بالتعاون مع معلم الرسم أن ندربه على الرسم. نشاط 5 باء. يريد معلمك إجراء نشاط في عطلة نهاية الأسبوع، ويريد منك أن تبحث وتسأل زملائك لمعرفة المهارات الأكثر تفضيلا لهم ليقدمها بالنشاط. استقصي لتتعرفها وقدمها للمعلم. الأستاذ عايز يعمل نشاط في نهاية الأسبوع وعايز منك تعرف مهارات زمايلك وتعرف عدد المهتمين بها وتقدمها للمعلم. هنقول ايه مثلا؟ نشاط التشكيلي بالطين، عدد المهتمين بها كانوا 3، الرسم 5، التمثيل 4، كرة القدم 10، الغناء 2. نشاط 5 جيم. أخبرنا بطل القصة بخطته للعطلة المقبلة، أذكر لنا خطتك أنت. يا ترى أنت إيه الخطة بتاعتك في العطلة المقبلة؟ أخطط للعطلة القادمة بأنشودة شعرية جهزتها وتدربت عليها لألقيها على زملائي. نشاط 5 دال. أكتب ما يملى عليك. فقرة الإملاء هي: الصداقة واحدة من أهم العلاقات بين البشر والتي لا غنى عنها، ولا بد أن يكون في حياة كل إنسان صديق وفي له يساعده يرشده يقف بجانبه في وقت الشدة والفرح، يثق به وبمهاراته وقدراته ويشجعه بقول الكلام الحسن الذي يرفع من معنوياته ويجدد من عزيمته. كن دائما هذا الصديق الجيد صاحب الكلام الذي يدفع صديقه للأمام ويدعمه إذا ما احتاج إليه. بكده نكون انتهينا من شرح الدرس وحل التدريبات كاملة. لو عندك أي سؤال سيبهولي في التعليقات. شكرا لكم.